مشاهدينا أهلا بكم. لم تنجح جهود رئاسة مجلس النواب العراقي بعقد جلسة واحدة في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب غياب كثير من النواب، ما انعكس على عدم اكتمال النصاب القانوني لتمرير قوانين ينتظرها الشارع العراقي. غياب بعض النواب عن قبة البرلمان لفترات طويلة وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم ولدى استياء لدى كثير من العراقيين تجاه السلطة التشريعية. للشهر الثالث على التوالي غاب أعضاء مجلس النواب العراقي عن قبته على مدى نحو 90 يوما، أخفقت رئاسته في تحقيق نصاب قانوني ولو لجلسة نيابية لمناقشة ملفات تشريعية أو تمرير قوانين معطلة أو متأخرة أو متابعة الإشراف الرقابي على سير عمل مؤسسات الحكومة العراقية. أصبحت هناك فجوة واضحة للانشغال في العملية الانتخابية وما تطلبه من حراك انتخابي وبتوجه جديد. الحقيقة يجب أن يبقى دور مجلس النواب حاضرا، وهذا يأتي من خلال تنشيط الجلسات. وبالتهديد والوعيد تتعامل رئاسة البرلمان مع أعضاء المجلس المتغيبين، ترغيبهم تارة وتتوعدهم بالملاحقة القانونية والإدارية تارة أخرى، لكنها في كل الأحوال تصطدم بحضور نيابي هزيل. غياب له مبرراته من وجهة نظر الساسة لانشغالهم بالحملات الانتخابية، لكنه غياب ولد نقمة شعبية واسعة. والله كل ما متأملين من عتهم، أصلا هم أصلا فادوا روحهم أكثر من فادوا شعبهم، وإذا قدم شيء يسبق يقدم شيء على مود الانتخابات حتى العالم تنتخبه. لو راد يقدم شيء كان قدمه من البداية، مو هسه يقدمه. المجلس النواب صار له 3 سنين هو موجود، سوى للشباب القوانين شنو مالته؟ كل شيء ماكو. ويتوقع الشارع أيضا أن يستغل ساسة البلاد منابر حملاتهم للترويج لبرامجهم الانتخابية بوعود جلها ينصب في تمرير القوانين المعطلة في البرلمان الحالي بعد ترحيلها إلى البرلمان الجديد، خاصة تلك التي تخدم شرائح واسعة من العراقيين. لم تبقى إلا أسابيع معدودة من عمر مجلس النواب، وتزداد الخشية من أن تمضي هي الأخرى ولا يتحقق نصاب جلسة نيابية واحدة على الأقل. فالسباق الانتخابي احتدم قبل حين، وأغلب القوى السياسية تتطلع للفوز بمقاعد البرلمان الجديد عوض الحالي الذي تعده منتهي الصلاحية. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. ينضم إلينا مشاهدينا من بغداد محمود الهاشمي، الكاتب والباحث السياسي. سيد محمود أهلا بك معنا. يعني قد يكون السؤال الأبرز الآن 329 نائب يضمهم البرلمان ولم ينعقد لمرة واحدة خلال 3 أشهر، لماذا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم والموقرة ومشاهديكم الكرام. سيدي الكريم، النظام العراقي هو نظام برلماني، وتعتبر البرلمان هو أعلى سلطة في البلد. من المفروض أن تكون هذه المؤسسة هي الأكثر فاعلية من بقية المؤسسات، ولكن للأسف الشديد هذه المسؤولية الملقاة على هذه المؤسسة، للأسف أن الذين تحت قبة هذا البرلمان لا يعون المسؤولية، وهي التوكيل من قبل الشعب أنهم مثلوا الشعب في هذا المكان باعتبار أنهم جاءوا عبر صناديق الاقتراع. السبب طبعا ربما في هذه الدورة وقبل الانتخابات المبكرة أن الأغلب من هؤلاء النواب لم يرشحوا للدورة الجديدة المبكرة، فوجدوا أنفسهم في منطقة الإهمال، وليس كما يشاع بأنهم الآن منشغلين في قضية الانتخابات. القلة منهم هم الذين ستجدد لهم ربما ورقة. صحيح سيد محمود، لكن منذ الثالث من سبتمبر عام 2018 يعني لم تكتمل جلسة واحدة بكامل الأعضاء. نتحدث عن عدم اكتمال النصاب منذ 3 أشهر وحتى الآن، لكن ألا يعد هذا مؤشر خطير؟ ونتحدث عن 3 أشهر، هناك مشاريع، هناك قوانين موضوعة فقط في أروقة البرلمان لم يتم المصادق عليها، لم يتم التصويت عليها. هذا صحيح. هذه القضية قضية مسؤولية.
أنا عندما يوكلني الشعب إلى هذه المهمة من المفروض أن أحترم الشعب وأحترم الناس الذين انتخبوني، وأن أبقى أواظب عملي إلى آخر دقيقة من عمل مجلس النواب. السبب ليس فقط النائب، رئاسة مجلس النواب أيضا مهملة لأنها أيضا منشغلة في الانتخابات أو ربما فرص ترشيحها بالدورة الجديدة أو الانتخابات المبكرة قليلة، وإلا لديهم قوانين وأنظمة تحكم النائب بالحضور إلى مجلس النواب. أولا هنالك غرامة مالية تقدر ب500,000 عن كل غياب. إلى الآن لم نسمع بأن رئاسة مجلس النواب قد عاقبت أحدا من هؤلاء. أعلى رقم وصلوا له خلال هذه 3 أشهر هو 120 نائب فقط حضروا إلى مجلس النواب، ثم بدأت بالترهل شيئا فشيئا والغياب، وكأنها ليست القضية قضية مسؤولية وقضية الشعب. نعم. من مراقبة ومن تشريع، غاب التشريع وغاب المراقبة. الشيء الآخر هنالك عقوبات إدارية لم تتخذها تصل إلى حد الطرد، لكنه يعني من تجمع عدد الغيابات. نعم. التي على هذا النائب ممكن أن يتخذ به قرار. للأسف الشديد هي الرئاسة مهملة وهو التي صحيح شجعت هناك 3 غيابات متتالية أو 5، هم الآن منشغلون بالانتخابات صح، أو 5 جلسات متقطعة يتجب الإقالة والفصل. على كل عذرا لضيق الوقت، من بغداد محمود الهاشمي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا وشكرا جزيلا لك. مشاهدينا الظهيرة مستمرة معكم، تتابعون بعد الفاصل بعدما نذهب إلى الزميل جمال لاستكمال ملفات هذه الفترة الإخبارية. إلى اللقاء.